السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا في فلسطين الحبيبة. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. النهاردة تاريخ 26 فبراير شهر 2 لسنة 2024. إن شاء الله نقوم ببعض الرد على الأسئلة والاستفسارات للأصدقاء المحالين معانا. نتمنى من الأصدقاء اللي كان ليه سؤال يستمع للإجابة، واللي كذلك أول مرة بيتابع معانا يستمع للإجابات لعله يستفيد منها. طيب هنتوكل على بركة الله لعل نرد على أكبر قدر من الأسئلة إن شاء الله. في سؤال أول، أو نقدر نقول الأخ كان يستمع للفيديو وافتهم الحديث خطأ، فلابد إن احنا نصحح له الشيء ده. وكان تعليق الأخ اللي هو كتب تعليق قال: ولكن يا أستاذ معلوماتك ممتازة ومفيدة، ومش المفروض كمبتدئ أول ما نمسك كشافات المفروض نمسك عتلة تليق بيه كنحال في فحص الخلايا؟ أنا جاي للنحل مش جاي بشتغل في ورشة سيارات أو كهرباء أو كهرباء منازل. أنتم هكذا ما حطيتم للنحال المبتدئ على السكة الصحيحة. طيب الأخ الكريم، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. التعليق ده أنت كتبته في الفيديو اللي أنا كنت أتكلم فيه على الإجراءات اللي هي النحال يقوم بيها قبل ما يرفع العاسلة. وقلت طبعا في الفيديو إن الخطوة الأساسية للنحال، تمام، يقوم بعملية فحص أو يكشف على النحل، تمام، كل 6 أيام أو كل 7 أيام، تمام. ده كان حديثي في الفيديو. أنا ما جبتش سيرة كشاف كهرباء، فممكن يكون أنت افتهمت غلط. أنا مقصود كلامي فحص الخلية، يعني احنا بنفتش على الخلية او بنكشف على الخلية، تمام، لعل نشوف في بيوت ملكية مبنية او لا. حيث بقى انك انت افتهمت غلط، اتوقع ده ممكن يكون من حضرتك انت مبتدئ او ما شابه ذلك. موضوع اللي حضرتك اشرت ليه بوجود ان يكون النحال معاها عتلة، خلاص مفيش مشكلة، انا ماليش علاقة انا بالعتلة. انت عاوز يكون عندك عتلة تعرف تشتغل بيها، ده شيء يرجع لك. انا فقط بوضح لك شيء، تمام. انا ما بقولش للنحال ياخد كشاف كهرباء، بقول النحال يقوم وهو رايح المنحل في موضوع رفع العاسلات فحص الخلايا او الكشف على البراويز، تمام، ملهاش علاقة خالص باللي انت افتهمته غلط. اتمنى يكون الصورة واضحة ليك، ونسأل الله يا رب التيسير ليك. طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ بيقول: من فضلك أخويا محمد، أنا ساكن في جنوب العراق، بالنهار توصل درجة الحرارة في حدود 26 درجة مئوية، عندي خلية وأريض عند خلية ومنزل فيها إطارات أساس، كيف أحفز النحل على بناء الشمع؟ فما هي المقادير التي أضعها في المحلول السكري؟ طيب أخونا الله يبارك في عمرك، مقادير التغذية اللي أنت تحطها: 1 سكر 1 مية، تمام، طبعا كميات قليلة انت تقدمها. في امر اخر، عشان النحل يقوم بعملية بناء الشمع لابد يكون المرعى من حبوب اللقاح عندك ممتاز، تمام. يعني انت قلت الحرارة ممتازة، حلو، انت هتقدم تغذية تحفيزية، يبقى انت في رقم 3 اللي انت محتاج تكون متواجدة عندك وهي المرعى. طبعا اكيد ان النحل يكون داخل الخلية في كثافة نحلية تدعم او تغطي البرواز اللي انت هتنزله من الاساس الشمعي، تمام. طيب الله يبارك في الجميع. في سؤال اخر سأله اخونا، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول: انا مبتدئ في الشتاء، عملت محلول سكري 1 لـ1 وكم فص توم ودواء السعال، وفي فبراير مات 3 خلايا، ممكن اعرف مقادير العجينة السكرية للعام القادم ان شاء الله؟
اخوك اسماعيل من مصر. طيب الاخ اسماعيل الله يبارك في عمرك، لو انت كنت متابع معانا في الفيديوهات اللي احنا تكلمنا عليها من قبل، دايما كنت احذر ان حال يضع اي مواد من المواد المضادات الحيوية سواء في التغذية او في العجائن. حذرنا الموضوع ده اكتر من مرة. تمام، موضوع التوم اللي انت بتتكلم عليه ده، ايه لازمة التوم تضعه في التغذية؟ ملوش لازمة. تغذية سكرية سكر مية فقط، عجينة سكرية المركب الأساسي فيها يكون سكر مطحون قليل من الكركم قليل من القرفة، ممكن لو أنت متاح عندك ليمون ضع ليمون، متاح عندك خل تفاح ضع خل تفاح فقط. ليه؟ كلها مواد أمنة على النحل، ما تضرش النحل بل بالعكس النحل يستفيد منها. تمام، عامة الله يعوضك على النحل اللي أنت فقدته، ونسأل الله يا رب التيسير ليك. طيب ننتقل لسؤال آخر. صاحب السؤال بيسأل، بيقول عندي خلية فيها شراسة شديدة جدا، بمجرد الاقتراب منها بتدفع النحل ويقرصني من فوق الجوانتي والقناع، وعاوز اتخلص منها وغير متاح عزار عندي، اصلا كل اللي عندي 4 خلايا فقط، ماذا افعل؟ طيب الاخ صاحب السؤال، انا معرفش بلدك اولا منين. الامر الاخر، هل الشراسة دي لسه ظاهرة جديدة؟ يعني ده سؤال مهم. الشراسة دي ظاهرة لسه مثلا من اسبوع من 2 من شهر، ولا من اول ما انت قمت بتربية النحل عندك في الخلايا عندك وهي في شراسة؟ طب ليه انا بسأل السؤال ده؟ لان ممكن يكون شراسة مؤقتة بسبب مثلا الجوع، بسبب ان وجود حضنة في الخلايا، نشاط الطقس او المناخ، دي بتكون شراسة مؤقتة بتحدث. انا عندي شخصيا وعند بعض الاصدقاء اللي بيتابعوا معانا بيكون فترة مؤقتة مثلا 15 يوم 20 يوم وبيرجع النحل مرة تانية لطبيعته، انما الشراسة المستمرة بيكون من صفات الملكة. تمام، والحالة وفي الحالة ديت نقدر نقول بيكون الحل الوحيد ان انا انتهي من الشراسة دي، ان انا اغير الملكة. تمام، اللي انا اقدر انصحك بيه، حاول بقدر الامكان اثناء فتح الخلايا وفحص الخلايا، تمام، تتعامل بهدوء مع الخلايا. يعني الاول تدخن، تفتح الخلايا بهدوء، تشيل البراويز بهدوء، ده كله نقدر نقول بيقلل لحد ما، تمام، من شراسة النحل. تمام، واتمنى ترد عليا على بعض الاستفسارات اللي انا سألتها لك، واكون مشكور ليه. سؤال آخر، الأخ بيقول أنا من الجزائر، هل الأفضل للتدخين على النحل بيه الحشائش الجافة أم الكرتون مثل علبة البيض أو كراتين البيض؟ طيب الأخ الكريم الله يبارك في عمرك، طبعا لو متاح عندك، أنا أتكلم لو متاح، أوراق الكينة، تمام، الجافة طبعا فهي ممتازة. تمام، طيب مش متاحة، ممكن تستخدم برضو تستخدم بعض الأعشاب. التدخين عامة بصفة عامة بالأعشاب الجافة هو ممتاز. ليه؟ لأن نقدر نقول مادة طبيعية كانت طالعة في الأرض ومن ثم جفت، فأنا لما بقوم بعملية استخدام الدخان بتاعها ما يكونش ضرر على النحل. تمام، موضوع كراتين البيض ده يعني أنا مش عاوزك تستخدمها باستمرار، لأن دخانها بيكون شديد وساعات بيكون حامل معاه بعض المواد لا قدر الله تكون ضارة. تمام، طبعا ما تنساش انك انت عندك داخل الخلية الشمع مادة بتمتص الروائح بصورة كبيرة، فخلي اخر حاجة ممكن تفكر انك انت تستخدمها هي اوراق الكرتون بتاع البيض، دي اخر حاجة تفكر فيها. تمام، والله يسر لك الحال. ننتقل لسؤال اخر، الاخ بيقول النحل بطبيعته وبموسم الفيض هو يدفع عن الحضنة اكثر من دفعه عن العسل. طيب الأخ الكريم الله يبارك في عمرك، هو أنا مش عارف هل أنا فهمت سؤالك بصورة صحيحة ولا لأ، ولكن بصفة عامة إن النحل لما يكون فيه كمية من الحضنة فشيء مؤكد إن النحل بيكون وجوده أو بقاؤه داخل الخلية من أجل الحضنة أو البيض. تمام، اللي يعني نقدر نقول بمفهومنا الشعبي، تمام، اللي يعني نقدر نقول أولاده جالس في الخلية من أجل أولاده. تمام، موضوع الفيض اللي أنت تتكلم عليه أو العسل، لما بيكون موسم الفيض موسم قوي فبالتالي الملكة بتقلل من وضع البيض لأقل درجة
حتى اي حضنة حديثة بتخرج الملكة عشان تيجي تضع البيض النحل بيسبقها في وضع العسل. تمام، ده اللي انا فهمته من سؤالك. لو انا فاهم خطأ صحح لي واشرح لي سؤالك بصورة اوضح اكون مشكور ليك. اخونا ابو حسين من العراق بيسأل سؤال، طبعا بيقول ابو نرمين السلام عليكم، سؤال: شفت بعض الفيديوهات يعالج الخلية من الفروة بتوم والخل، هل هذا العلاج يفي بالغرض؟ مع تحياتي لك والمتابعين اخوك ابو حسين من العراق. طيب، اولا قبل ما نرد على سؤال اخونا ابو حسين، في بعض الاصدقاء يقول لي نتمنى لما تيجي ترد على الاسئلة تذكر اسم صاحب السؤال. طيب، اخونا ابو حسين ذكر اسمه فانا مشكور ليه، البعض ما بيذكرش الاسم فبالتالي بيكون صعب علي اعرف مين اللي سأل السؤال. تمام، فاتمنى من الجميع لما يجي يسأل سؤال ضيف اسمك زي الاخ ابو حسين كده اكون مشكور ليك. طب اخونا ابو حسين الله يبارك في عمرك، موضوع الخل والتوم اللي انا اقدر اقول لك عليه ان هو كوقاية فقط. كوقاية فقط، دي نصيحتي مني ليك، هتعتمد عليه كمكافحة أساسية للفروة، صدقني الجدوى منه في عملية إسقاط الفروة ضعيفة جدا. تمام، استخدم أي مادة تكون قادرة على إسقاط أكبر كمية من الفروة. تمام، بعد ما تنظف النحل ويكون باقي أعداد بسيطة من الفروة، أو النحل نقدر نقول خالي من الفروة بنسبة 90%، تقدر بعد كده مفيش مشكلة استخدم خل تفاح واستخدم التوم أو استخدم أي أنواع الخل مع التوم. تمام، لا يوجد أي مشكلة، بس الأساس عندك والمكافحة نقدر نقول الأساسية اللي هي قبل تجييش النحل تكون بمادة قادرة على إسقاط الفروة. تمام، سؤال آخر، الأخ بيقول السلام عليكم، عندي خلية من 4 براويز مع ملكة ملقحة، أخذت منها برواز حضنة مغلقة ويرقات ووضعت فيه خلية ميتمة من 2 برواز، هل تتأثر الخلية ذات الملكة الملقحة؟ وماذا أفعل عندما أجد بيوت ملكية في الخلية الميتمة؟ ومتى أحصلها؟ أرجو الإجابة وآسف على الإطالة. طيب الأخ الحبيب الله يبارك في عمرك، أولا هي خلية ال4 براويز ديت صراحة يعني ما كانش محتاج إنك أنت تاخد منها برواز، أحسن دي خلية نقدر نقول أقل من المتوسط، فإحنا نسيبها تتقدم معانا ولا نأخذ منها براويز ونهلكها ونخليها تضعف معانا؟ وجهة نظر الشخصية انك انت كنت البروازين اللي عندك في خلية يتيمة كنت تضمهم على الخلية ال4 براويز حيث تكون خلية قوية وتستفيد منها، انما انت كده نقدر نقول الميزان عندك اختل شوية. على العموم اللي حدث حدث، نصيحتي ليك ايه دلوقتي؟ نصيحتي ليك طبعا تابع الخلية اللي هي بروازين بدون ملكة، والمهم يكون فيها كثافة نحلية تمام لحد خروج الملكات العذارة، وربنا ييسر الحال الملكة تتلقح عندك. تمام، ومن ثم تقوم بعملية تحفيز للخلية اللي هي كانت 4 براويز ودلوقتي بقت 3، قوم بعملية تحفيزها وانتظر طبعا الخلية البروازية لما يخرج منها الملكة ان شاء الله، وكذلك تقوم بتحفيز الملكة بتاعتها لعل ان شاء الله الخليتين دلوقتي يتقدموا معاك. تمام، الامر الاخر بتقول ماذا افعل عندما اجد بيوت ملكية في الخلية المهتمة؟ تعمل ايه؟ لا، البيوت الملكية، السؤال هنا انت عاوز ملكة واحدة ولا اكتر من ملكة؟ لو عاوز ملكة واحدة تخرج في الخلية ما تعملش حاجة، اترك البيوت الملكية لحد ما تخرج ملكة عذرة في الخلية. لو انت عاوز اكتر من ملكة تمام، فبالتالي قبل خروج الملكات العذارة ب 24 ساعة او ب 48 ساعة افص على البيوت الملكية عشان تستفيد من الملكات. تمام، ده يرجع ليك انت، هل انت عاوز ملكات 2 او 3 4 ملكات ولا محتاج واحدة فقط؟ طيب ننتقل لسؤال اخر، الاخ بيسأل بيقول اخويا محمد السلام عليكم ورحمة الله، انا رباح من الجزائر وانا حائر من عدم وجود رد منك عن عدة اسئلة طرحتها لك، السبب ايه؟ اخر سؤال هي كيف استخدم الفورميك اسيد المركز 85% إلى 60 إلى 65%، وشكرا من فضلك أرجو أن ترد علي ولو في الماسنجر، السؤال عاجل وشكرا مرة أخرى. طيب أخويا رباح الله يبارك في عمرك، أنا صدقا ما بفتحش الماسنجر، أنا ما بفتحش الماسنجر دي، أولا أنا بعتذر عن الشيء ده،
واي احد الله يبارك في الجميع كان سأل اسئله على الماسنجر انا بعتذر ليه. الامر الاخر الله يبارك في عمرك، انت بتقول في اسئله انت سالتها وانا ما ردتش عليك، هل موجود على اليوتيوب ولا في مكان اخر؟ انا معظم الاسئله اللي على اليوتيوب برد عليها تمام، فعامه تقبل اسفي ربما يكون ما انتبهتش للامر ده تمام، بس صراحه انا ما شفتش اسئله منك اخويا رباح. طيب بالنسبه لسؤالك، استخدم ازاي الفورميك اسيد المركز 85% نزل تركيزه، ضيف 400 مللي من الميه، او نقدر نقول بالتحديد 435 مللي من الميه، ضيفهم على 1 لتر من فورميك اسيد تركيز 85 عشان تنزل التركيز بتاعه ما بين 60 لل 65، وبعد كده تقوم بعملية المكافحة تمام. طبعا جرب اخويا رباح، جرب على خلية واحدة فقط وانتظر مثلا معدل ساعتين او 3 ساعات، افحص الخلية، تأكد من الملكة، شوف امر النحل عامل ايه، لما تلاقي الامور ممتازة عمم على المنحل بالكامل تمام. لو في حاجة مش واضحة اتمنى تطرحها وان شاء الله نرد عليك، وانا بعتذر بس صدقا انا ما شفتش اي اسئلة ليك الا اول سؤال ده تمام. طيب سؤال اخر، الاخ بيقول وجدت حضن الذكور والخلية فيها، الخلية عبارة عن 5 براويز، فقمت بإضافة برواز محطوط ممطوط. طيب الاخ الحبيب من العراق، تحياتنا ليك ولاصدقائنا في العراق. طب ايه المشكلة؟ ده كويس تمام. انت عندك حضن الذكور، السؤال دلوقتي حضنة الذكور دي قليلة ولا بكمية كبيرة؟ خلي عند حضرتك علم الاساس عندنا وهو حضنة الشغالات. حضنة الشغالات اهم حاجة تكون عندك متواجدة ومترصة ومنتظمة تمام. انت اضفت برواز ممتاز، البرواز اللي انت اضفته دوت اهم حاجة يكون يغطيه كثافة نحلية تمام. اصبح ان الخلية عندك 5 براويز واضفت برواز رقم 6، اهم حاجة يكون بيغطي البرواز اللي انت اضفته تمام. قوم بعملية تحفيز الخلية دي من اجل تحفيز الملكة بوضع اكبر كمية من وضع البيض تمام. سؤال اخونا جمعة من سلطنة عمان، تحياتنا ليك ولاصدقائنا داخل السلطنة. بقول اخويا ابو نرمين وللاخوان المتابعين، معك جمعة من سلطنة عمان، عندي سؤال. لو وضعت ملكات ملقحة حديثة في نويات تلقيح مع نحل بسيط في حدود ملء كف اليد، هل ستتقدم النوية والملكة تضع البيض أم لا؟ وشكرا جزيلا على ما تقدم. طيب أخويا جمعة، أولا حجم النوية قد إيه؟ ما ينفعش تحط كمية نحل قد كف اليد في نوية كبيرة تمام؟ لازم أن يكون النوية، مثلا هديك مثال بسيط، نوية مثلا 7 سم في 7 سم تمام. النوية السبعة في سبعة ديت لما تحط فيها نحل زي ما حضرتك تفضلت قد كف اليد مع ملكة، نعم ممتاز، والنحل هيعتني بالملكة تمام، والملكة نقدر نقول في قطعة الشمع الصغيرة اللي موجودة في النوية هتضع البيض. انما لو عملت نوية 15 سم في 15 سم اصبح ان الامر هيكون صعب. ليه؟ لان كمية النحل قليلة تمام. فالله يبارك في عمرك، حاول تعمل عملية توازي ما بين كمية النحل وحجم النوية تمام. تحياتنا ليك وللاصدقاء في السلطنة. ننتقل لسؤال اخر، اخونا من كردستان العراق، نسأل الله تكون في خير وفي نعمة. بقول تحياتي لك ابو نرمين، سؤال عندنا في اقليم الاجواء باردة في الليل، مرات درجات الحرارة من 6 إلى 9 درجات وبالنهار من 14 ل 15 درجة. أنا غزيت نحل جيد في الشتاء مرتين، فتح خلية نظرت إليها، كنت أنا في موسم عسل مخزون كثير ونحل حتى القوة، أصبحت ب4 إطارات ضعيفة لي، أنا إن كان 3 أصبح بها 2، مع العلم كانت قوية 8 و6 وبقت ضعيفة على 3 و4 و5 براويز، تراجعت بشكل كبير حتى هذا البراويز ما مغطية بشكل مطلوب، ما شاهدته لحضن ايضا وما شفتش حضن يعني، وهذا بتاريخ 22 يعني تقريبا من 3 ايام. ماذا تقول؟ طيب الله يبارك في عمرك، اولا الاجواء اللي عندك اللي انت بتتكلم عليها اجواء صعب ان انا احفز النحل فيها،
15 درجة 14 درجة دي صعب أحفز النحل فيها. الأمر الآخر، تمام، هل الملكات اللي عندك دي ملكات كبيرة في السن؟ ده سؤال نقدر نقول مهم فوق ما تتخيل. لو ملكات كبيرة في السن، أول فرصة تتيح لك، تمام، إنك أنت تعرف تغيرها غيرها. تمام، لو المشكلة مش في الملكات، تمام، هل في الخلايا عندك رطوبة؟ ما هو خلي بالك، أنا عاوز أقول لك على شيء. تراجع النحل أثناء فصل الشتاء من 8 براويز إلى بروازين 2 في مشكلة. مشكلة ممكن تكون مرض، أو مشكلة ممكن يكون في آفة داخل الخلية بتعمل إزعاج للنحل، تمام، أو مشكلة نقدر نقول في فقدان عدد كبير من النحل، أو عدم وجود المخزون الكافي من العسل، في مشكلة، تمام. اللي أنا أقدر أنصحك بيه حاليا، ضع عجائن سكرية للخلايا ديت، وفر لها المخزون من الكافي من الغذاء، تمام. حاول تنتهز فرصة إن شاء الله اعتدال الأجواء عندك في بلدك، ومن ثم تقوم بعملية تحفيز للملكات. الخلايا اللي هتلاقيها على بروازين 2 وملكتها ضعيفة، حاول تقوم بعملية ضم، يعني ما يكون عندك 4 5 خلايا على بروازين 2 فقط، لا خليهم 3 خلايا فقط، كل خلية 4 براويز تضم الخلايا، على ثاني على أساس يكون عندك سرعة في عملية التقدم، تمام. وإن شاء الله نقدر نقول اللي ربنا سبحانه وتعالى ينجيها عندك من الخلايا ويتطور إن شاء الله في الربيع، تقدر بعد كده تاخد منه تقسيمات. بس مع انطلاق النحل لابد توفر خلية عندك على الأقل 3 براويز بكثافة نحلية مع ملكة ممتازة عشان تقدر تتقدم بالخلية دي، تمام. ونسأل الله يا رب التيسير ليك. طيب ننتقل لسؤال آخر. الأخ بيقول العام الماضي قمت بتقسيمات في شهر فبراير، وبعد 20 يوم وجدت تلك التقسيمات طردت كلها بسبب كثرة البيوت الملكية في كل تقسيمة. أما هذا السنة بعد التقسيمات قمت بها، تركت 3 بيوت ملكية في كل قسمة من أجل تفادي التطريد. هل هذا الإجراء صحيح أم لا؟ طيب الأخ الكريم، الله يبارك في عمرك. أولا حتة إنك أنت تضع في التقسيمة بيت ملكي أو بيتين أو 3، تمام، اللي أنا عاوز أقولك عليه إن أول ملكة بتخرج في التقسيمة هي مباشرة بتمر على البيوت الملكية الموجودة، ونقدر نقول بتدي إشارات معينة للنحل بتخريب البيوت الملكية المتواجدة في الخلية، تمام. حتة إن العام الماضي أنت حضرتك تفضلت إن خرج ملكات وما شابه ذلك، تمام، احتمال يكون انت كنت مقسم خلايا بنية بيوت للتطريد او ما شابه ذلك. على العموم انت قسمت السنة دي والخلية فيها 3 بيوت ملكية فقط، ممتاز، ممتاز الامر دوت، لان كده كده اولا الملكة اللي هتخرج هتعدي على البيت الملكي التاني والتالت هتخربه، او هتدي اشارات للنحل يخربوه، هيقوم بتخريب البيت الملكي، تمام. فعامة انت كده الامر اللي انت قمت بيه عامة ممتاز. اهم حاجة تابع التقسيمات ديت اول حاجة للتأكد من خروج في كل خلية عذرة، الامر الاخر تنتظر العذارة ديت لحد ما تقوم بعملية التلقيح وتتابعها اثناء وضع البيض لمعرفة نقدر نقول الخلايا اللي قدر الله فقدت ملكات، تمام، والخلايا نقدر نقول اللي ما شاء الله قامت بتلقيح الملكات، تمام. أهم حاجة حاول على الأقل يكون عندك 2 أو 3 من العذارة مقفص عليهم، لأنك ممكن تحتاج الملكات ديت لو فقدت أحد الملكات الأخرى أثناء عملية التلقيح، تمام؟ والله ييسر لك الحال. السؤال الآخر، طبعا آخر سؤال نرد عليه. السؤال بيقول العجينة البروتينية في بداية الربيع هل هي مهمة؟ لماذا لا تتكلم عن العجينة البروتينية وأهميتها في بداية الربيع؟ طيب الأخ الكريم، الله يبارك في عمرك. عجينة بروتينية في بداية الربيع إيه احتياج النحل ليها؟ ولا أي شيء، تمام. الربيع الله يبارك في عمرك طالما المرعى موجود عندك حبوب لقاح، والنحل بيجيب حبوب لقاح، حتى لو حبوب اللقاح دي في المتوسط، تمام، فهتكون أفضل مئات المراحل من إن أعمل عجائن بروتينية وأقدمها للنحل. عجينة بروتينية ممكن أضعها في أيام الشح، تمام، أيام وجود مرعى ضعيف جدا لا يوجد مشكلة، إنما انطلاقة النحل في الربيع، انطلاقة النحل في الربيع وجلب كميات من غبار الطلحة أو حبوب اللقاح
انت مش محتاج اي عجائن بروتينية نهائي، فقط اللهم تضع عجائن سكرية لو الاجواء بردت فقط. تمام، نسأل الله يا رب التيسير لجميع الاصدقاء النحالين في جميع البلدان العربية، اللهم امين. حاولنا نرد على مجموعة من الاسئلة، وان شاء الله نحاول نعمل فيديو اخر نرد على جزء كبير من الاسئلة، ونسأل الله يا رب التيسير للجميع. مشكورين شكرا جزيلا.